كما صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنه 2021 بتعيين مديرين في هيئه البحرين للسياحه والمعارض جاء فيه يعين في هيئه البحرين للسياحه والمعارض كل من السيد احمد يوسف تقي مديرا لاداره المشاريع والمنشات السيده مريم احمد مسيح توراني مديرا لاداره التسويق والترويج